صعدت أسعار النفط الكويتي بمقدار 33 سنتا ليبلغ بذلك مستوى 81 دولارا و98 سنتا. أما عالميًا بالرغم من تراجع أسعار النفط قبيل عطلة نهاية الأسبوع وعيد الميلاد وسط توقعات بأن تزيد أنجولا إنتاجها بعد انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، فإن الأسعار صعدت خلال الأسبوع بدعم من أنباء إيجابية حول الاقتصاد الأمريكي ومخاوف من أن يرفع الهجوم على السفن تكاليف الإمدادات. وهبطت العقود الأجل خام برنت بمقدار 32 سنتا ليبلغ بذلك مستوى 79 دولارا و7 سنتات. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى 73 دولارا و56 سنتا للبرميل.